الناس بتفكر انه حياة التمثيل والشهرة هيك هين، الواحد بيحط ميك اب بيظهر بيصور، بس ما بيعرفوا انه ورا الكواليس عن جد في تعب، في سهر، في ميك اب. اكيد بستعمل ماسكات هايدريتنج ماسك، وبستعمل سيرم وكريم ديجور، واهم شيء ترطيب تحت العين. انا بعتمد روتين انه رطب بشرتي كل يوم. بالنسبه للميك اب بحب الميك اب السيمبل الناتشرال، الالوان الترابيه اذا بدكم. انا اكثر شيء بتفنن بالحمرة، الوان الحمرة هيك بتجذبني، واهم شيء البرفيوم.